تضع أكاديمية الشرطة برامج تدريبية وتعليمية متطورة، وتعمل الأكاديميات على تأهيل طلاب كلية الشرطة منذ لحظة الالتحاق لاكتساب المهارات المطلوبة لرجل الشرطة القادر على تحمل أصعب المهام لإعداد ضابط شرطة عصري قادر على مواجهة التحديات الأمنية. مش مهم أي حاجة في الحياة، بلدنا نادينا صوتنا ده أمر ده مفيش شيء معاه. أكاديمية الشرطة صرح أمني متفرد بين نظيراتها إقليميا ودوليا في إعداد ضباط شرطة متميزين علميا وبدنيا قادرين على مواجهة التحديات الأمنية. وتحرص الأكاديمية في سبيلها لتحقيق ذلك على انتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين للالتحاق بها من خيرة شباب الوطن وفقا لمعايير تتسم بالحيادية والموضوعية مع مراعاة التوزيع الجغرافي. مش مهم أي حاجة في الحياة، المهم وقت ما بلدنا نادينا صوتنا ده أمر ده مفيش شيء معاه. وقد حرصت الأكاديمية على تنظيم احتفالية للمقبولين بكلية الشرطة للعام الدراسي 2023-2024 من طلبة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها وخريجي وخريجات كليات الحقوق وخريجات التربية الرياضية والتخصصات الجامعية المختلفة، وسط فرحة كبيرة من الأهالي لقبول أبنائهم بكلية الشرطة. المهم إن المهم أتم حالا وبنجاح. أنا طبعا أسعد يوم في حياتي لأن دي كانت أمنية الدكتورة أماني بنتي إنها تخش كلية الشرطة. حاسس بقلبي في السماء، ابني لما يبقى أحد حراس هذا الوطن فده شيء عظيم، ده شيء يعني شرف لا ينوله إلا حد ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه. أنا فخور إن أنا واقف دلوقتي مع ابني في كلية الشرطة. ربنا يحفظه، أنا عايزاه يكون في أعلى المراتب وربنا يوفقه وعايزاه من المتفوقين يا رب، ربنا يحفظه. أنا فخور بيه إن هو يعني اختار الطريق الصح، وسعداء بيه وسعداء بالسيادة المشرفين على الكلية هنا، يعني على حسن النظام والترتيب اللي مشينا فيه ودخلنا بيه. النظام جميل جدا، ويوم من أسعد أيام في عمري ما هنساه في حياتي كلها. ومع أولى خطوات الطلبة الجدد داخل أكاديمية الشرطة تبدأ مرحلة جديدة من حياتهم أساسها الانضباط، حيث تضع الأكاديمية لهم برامج تدريبية متطورة للارتقاء بلياقتهم البدنية وقدراتهم العلمية لإعدادهم وفقا للقيم الانضباطية والأخلاقية لحمل رسالة الأمن السامية. مبسوطة جدا جدا جدا، وفرحتي ما تتوصفش بصراحة. أنا فخورة وفرحانة إن ابني تقبل في كلية زي كلية الشرطة، ده فخر ليا ولأسرته كلها. إحساسي ما يتوصفش، أنا في منتهى السعادة إن ربنا أكرم ولدي ابني بإن هو يكون في مصنع الرجال. أنا فخورة وأهل بلدي كلهم فخورين بابني، إن ربنا كرمه والحمد لله إن هو بقى في المكان الديوان، وإن شاء الله كده ربنا ييسر له حاله. أنا من محافظة أسوان، جاي النهاردة علشان بنتي داخلة الأكاديمية، الحمد لله ربنا كرمها. مش مهم أي حاجة في الحياة، المهم وقت ما بلدنا نادينا صوتنا ده أمر. هدف وحلم تحقق لهؤلاء الطلاب بالالتحاق بكلية الشرطة بعد اجتيازهم كافة الاختبارات المحددة وشعورهم بالفخر للانتماء لهذا الصرح الأمني المتميز. خريجة كلية الطب، تقدير جيد جدا. النهارده الحمد لله حققت حلمي وهدفي وانضميت لكليه الشرطه. مجموعي 99.44، كان مجموعي الحمد لله دخلني اي كليه، ولكن انا اخترت ان انا اكون في كليه الشرطه. اول يوم ليا في كليه الشرطه فخوره بنفسي ان انا وصلت لهنا، وده كان هدفي من الاول. وانا اثناء دراستي في كليه الهندسه حبيت ان انا اقدم في كليه الشرطه واخد الخطوه دي،
والحمد لله ربنا كرمني واتقابلت في كلية الشرطة. وقد أعدت أكاديمية الشرطة برامج تدريبية وتعليمية متطورة تراعي أفضل المعايير التدريبية والتعليمية الأمنية الدولية لإعداد الطلبة الجدد الملتحقين بها على مدار فترة دراستهم، لتؤهلهم ليكونوا حماة أمن هذا الوطن مسلحين بالعلم والخلق والواجب. مرحلة جديدة للطلبة المقبولين بكلية الشرطة عمادها الانضباط، فقد وضعت أكاديمية الشرطة برامج تدريبية متطورة للارتقاء بقدراتهم البدنية والعلمية ليصبحوا حماة أمن هذا الوطن عقب التخرج مسلحين بالعلم والخلق والواجب. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.